كده كده راح ان الله اراد عن رجل يسمعون لا خليه يطقطق عليك مع الشباك اللي هني. والله والله يا ابو مفلح ان تصريح قوي. افا دقيقه والله انا خليه يطقطق عليك. انا ما اقول انا وعبد العزيز المغيري بكره بتوقع لنا بقدور نفعل دحل القدر عندنا والفعل لنا. نعم وما اللي اتناظر من اللي ضل اسعب داح ودفين ان شاء الله ازورهم بكره بعد العصر انا انت تشوف اي ازورهم بعد العصر عاد بداح كل ما جاس قاعد فين يا ونتي ونت امن مشكله احنا هالبرايم ودنا نقول لكم منطقتك بس لين نطلع اليوم نقول منطقتك احنا نسكت لك عاقل زي جريم مع عبد الله البندر يقول جريم وانا جاهز كل ما قعدت شوي قام يعطيني قصيده انا انسجنت مع جريم سجن ما ادري ايش يقول لا 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 وبندر لحس مخ ابو سلطان مدخل معه دفتر حق قصايد يقول لحس مخي يقول لحس مخي والله الله يعينك بكره الطبخ اذا هي سهله بتساعد اذا هي صعبه الله يدخلنا الجنه يا الله شانكم اعتبار عزوز الفوز لنا ان شاء الله اربعيتكم قلت كذا من الحين اجل كافو كافو قدامك بداح ودفين خصم ايه خصم سيء دولي بكره نزورهم هنا ايوه هنا زورك هنا لا ما نزورهم نجي من عندهم والله خاف نعطيهم نضرب كذا شدوا علي الباب يما يما شدوا تذكرها بكره من هو اللي فعلا مقدمنا من بكره مقدمنا من علي الجعيدي علي الجعيدي كبس له لا علي الجعيدي حلوه وافقت علي الجعيدي اخيرا وانت وين خلاص والله الفلم بك لا صلي بك شر الله عابر عابر يا رب انها كبشه لا انت كبسه ابي كبسه اهم شيء كنا من اجتهاد ما ادري ايش يقول ذاك اليوم بطاطس مع ماء مع كريم يفرقنا بالملاس لا يمكن اوريك حتى انا بيفزع لي عزوز انت فين كذا كنا نلعب كيرم امطه والله تكفى خرشيت والله لا لا والله لا والله ينقطع لك من جاني خمول تكفى اقول لك حتى الرباطي هزه والله تحس بما حسيت به بكره يقطع ما اشتغل ما يشتغل خلي يقطع يا ولد بس يغني ويروح يدور الرجال والله ثلاث اشخاص انا اشتغل انا معي ما كان معي نواف الشهراني والله ونعمه عليك زود ماني ابراهيم ماني ابراهيم اصلا ما جاء معي على طول والله انتاج والله غصب ما هو غصبه على قلبه نواف صوتها يستحي منك ايوه اشتغل خلاص لازم اعطيك يعطيك شوي عقب يقلب الطاوله بس خله عاد مستحي يعطيك احنا فزنا صح؟ اليوم بغيت اعين فيه ولا تعادل؟ لا فزنا فزنا اي المره الاولى فزت زياده قبل يومين ابشرك انا ما فزت الاول هي من اياك خسرنا الثانيه هي عمرت ايش اسمها؟ شرينا اطباق ابو الثالث طلع عمره تعادل باقي الرابع اذا ان شاء الله يفوز كلها راحت جمالات الله يذكره بالخير قرقاح انت ويا قرقاح عطر عطر صوت اي عزوز قال لي اختار ها قال لها من اخوياك شي ما بيطلع ما بيطلع بس يطلع انا اسمي محمد اي لا ويا تركي قال عندنا عندنا المهم نواف عقاب اللي معي صح؟ لا خليه انا اللي معي من؟ معي بدر قرقاح انا معي نواف عقاب اي وانت معك نواف عقاب قال نواف لا والله ما ياخذون منا نحن نتحمل الحين قال لا ما تحمل انتم يا تدعون من اخوياكم يشتري اطباقكم ولا قال انت ولا بندر اللي قال يحكم فيها يا محمد لا انا قلت انا بناخذها كل واحد يشتري طبق واحد ثم قال هو لا هم قال لازم يوافقون الخصم قال بندر احكم فيها يا ابو محمد قال احكم فيها قلت احكم فيها لاني داري العيال خطرهم قلت حكم فيها قلت بيشتروها رجع حق انا رجع حق انا قبل ما طلعت ابشر بالسالفه اسمع طيب الحين نظامهم فيها نفسه اول ولا بس سجل صدمه خلاص الحين لا سجل الحين السجن أزين وتاخذ 600 الواحد اول ما ضحوها في السجن انا اول ما ضحوها في المطبخ انا مغرب بس ما قمت والله سجني ترقى بس انا سجني ازين من انا قعدت بالحالي في السجن مكيف انا بالحالي يوم رقدت فوق الفرن رقدت تحت الطاوله رقدت لا شوي انا اعلمك خذ بروفات الحين عشان روح اللي راقد ماني متوتر الحين ما ظني انت ود فين روح خليه يشوف صورنا كامله عشان يكتب فيها ابيات وين عزوز غيري عزوز غيري بس ابغاه بس يقطع بس وينظف بس والباقي يزهله لا جيد عزوز انت شوف الحين كيف طريقه السجن ذا طبخه
يعكسون بكره طبخه كذا ما في اي حد يطلع شو ادام شو العدل ادام اللي ما سلم تعالوا ارقد ايش بينهم الساعه 9 الطبخات اللي انا سويتها كلها مضبوطه بس ذاك اليوم والله الناس سايره والله الناس حلوه مني تعادل لنا فرق عليهم راح كلها سايره تعادل العودي وانا ودي بكره نتعادل ولا حد يخسر تعادل انا جايز لي خلي اطلع انا واخوياي كلنا فايزين لا 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 ما بلحيتك تعادل الا والله بتخسر تخلص انا بس حانك بس لا تحنني قال مشروبه من جال اقدر اعفي عنهم لا هزمتهم ما يدخلون السجن لا ما تقدر تقدر تعفي اذا قلت تعفي شلوك حطك معهم انا ودي لو حطوا طريقه حلوه اختار لي سجن لو انها يعني هذه مشهوره لو انهم حطوا طريقه مثلا تدخل السجن وتحط لك لغز يحلونه يطلعوا لغز يحلونه اخوياك ما يحلونهم لا اخوياك اول شيء انك تحرك اخوياك برا اللي محاولون يحلون اللغز اذا حلوه يطلعون حط لغز صعب ان حلوه طلعوا ما حلوه خليه يبقى ما احنا بحالين هذه بتحرك قلبه اخوياه اللي برا تشوفهم يحاولون يحلون هذه حلوه يا ابو والله حلوه تسووها هذه حاجه حلوه تسووها انا ما قلتها قد صارت وهم سوينها ف لا بيكون فيها تنافس حتى لو كان فيها عفاء مش كيف حد من اخوياه راح تحرك الحين هم كيف المعنويه من الساعه 4 متكين سوالف ما في حل والله شيء يحركهم هم يحرك خوياهم برا فعليا ترى ها فعليا عليك تدري شاف خوياك يطقطقون عليك ولا حط تصويت دعزوم لايكات ذكرت اي شيء حرك اما كذا تكي بس يجي برقد احط مخدتي برقد لين اقوم الساعه 9 وش المشكله؟ ما ادري لازم احط شيء ذاكر حق الدروب وذاكر ها على ايام لازم ترتيبات جديده لا حط لعبه حلوه حط لعبه عندهم بالسجن ذي الفك وتركب اذا خلصوها ركبوها ولا حط لهم شيء داخل السجن مثلا شيء معين قول اذا حلتوه ولا لعبه تركبونها ولا اي شيء صوره تركبونها اذا ضبطت معكم تطلعون احركهم بدل الحين انا متاكد ان كل واحد راقد الحين اي يعطيك وقت 10 دقائق مثلا نص ساعه اذا فكيت اللعبه هذه للغاز هذه ترى الاربعه ذي بعدها يعطيهم 10 دقائق تحتها تفسير طيب خلاص ساعتين ما يخونها بعدها 10 دقائق يعني لا تدري وش هو زي الفرص في فكره حلوه صوتك يكون واضح حط لهم خمس اسئله